Good morning, Habaibi Saftani. How are you? Hoping that you are fine. Today we will continue our lesson, My Daily Routine, Unit 4. Unit 4, My Daily Routine. أخذنا فقرة 1 و 2 و 3. Today we will continue number 4 and 6 and 7. يلا مع بعض. Look at this picture. What is he doing? What is he doing? I eat. لحظة هون. Wash my hand. هيا خدناها فوق صح؟ Wash my hand. مزبوط لا لا. هلأ طلع علي هون. شوفوا هاي الصورة. شو عم بيعمل؟ Eat. Eat ايش؟ Breakfast. هاي كلمة جديدة. Breakfast يعني فطور. وهذا milk. وهذا bread. يلا. بدنا نتعلمها هاي عشان نصير احنا نحكيها الصبح لأهالينا. I. أنا. Eat. أكل. Breakfast. الفطور. And. و. Drink, drink, أشرب الحليب. تذكر لما كنت أقول لكم احكيوا لي بدي أشرب مي. شو بنقول؟ Can I drink water? أو may I drink water? هيها drink. بدأ water, milk. Okay, milk يعني حليب. Milk, الكل بيعرف على الملك. Drink. هون عن الكلمة الجديدة breakfast. Breakfast. Okay, هاي اللي breakfast. شايفينه؟ هايو. هذا هو اللي breakfast وهذا هو الحليب. نشوف هون what's today. نسيت احكي لكم what's today. Today is Monday. What's the date? 16th of November 2020. يلا. I يعني انا. Tidy ورتب. My bed. قلنا my هو ضمير اللي هي بكون مربوط في الاسم. My bed سريري انا. يعني عم بحكي عن سريري ما بحكي عن سرير حدا تاني. Bed لحالها سرير. لكن لما تصير سريري أنا بقول سريري my bed بالإنجليزي. الحرف بالعربي مقابله حرفين بالإنجليش. هون شايفينها اليا هي دبل my يعني دبل يعني اثنين حرفين M و Y. okay. I يعني أنا. tidy أرتب. my bed سريري. هيو عم برتب سريره. the last one. I أنا. go أذهب. to إلى school المدرسة. نعرفها هاي الجملة صح؟ I go to school. شايفين هاي I go to school. هذا كل يوم هذا الدرس ياريت تحفظوا لي إياه عن غيب وتعملوه لأهليكم. يعني كل واحد فيكم يا صفتاني يصحى ويقول لأمه شو بيسوي كل يوم مثلا. يعني هذا اسمه my daily routine. قلنا اللي هو النمط اليومي. شو النمط اليومي؟ Every day I wake up at 6 in the morning. I wash my hands and face. I wear my clothes. I eat breakfast and drink milk. I tidy my room, my bed. I go to school. Okay? شايفينو هذا؟ هذا النمط اللي احنا بنسويه كل يوم. يعني الدرس هذا عن نمط احنا شو بنعمل كل يوم. ماشي يا تاني؟ طبعا بتحفظوا لي الدرس بتنسخوا لي اياه، لكن ما تبعتوا لي فيديوهات بس تخلص المسابقه. يعني الفيديوهات تنبعت يوم الخميس. ابعتوا لي فيديوهات القراءه يوم الخميس ماشي، عشان بكون انا خلصت فيديوهات المسابقه. واللي حابب يدخل في المسابقه القراءه الريدنج يبعت لي، لانه ما في طلاب كتير بعتوا لي. لو سمحتوا يا تاني ابعتوا لي على السريع. ما اوكي. Goodbye, see you.